بنجدد الترحيب بحضراتكم مره تانية. نهايه لقاء طلاع الجيش وبيراميدز بالتعادل الايجابي بهدفين لكل فريق. يمكن الشوط الاول انتهى كان بشكل متوسط جدا وانتهى بالتعادل السلبي. الشوط الثاني المستوى الفني ممكن ما يكونش ارتفع بشكل كبير، ولكن النديه والاثاره كانت موجوده وكانت حاضره في احداث ومجريات الشوط الثاني. تقدم محمد فروق على عكس المتوقع، بالرغم ان بيراميدز كان بيلعب ب 10 لاعبين تقريبا من اخر 10 دقائق في الشوط الاول، ولكن قدر انه يحقق هدف التقدم. تعادل تالانداي ثم تقدم طلاع الجيش عن طريق كريم طارق، واحد من نجوم طلاع الجيش في هذا اللقاء، ثم تعادل مره اخرى محمد فاروق اللي صنع الهدف الاول لايريك تراولي بالنسبه لفريق بيراميدز. هنرجع نتناقش في الشوط الثاني وجمال وحلاوه اخر الدقائق من الشوط الثاني، ولكن بعد ما نشوف لقاء اجرى زميلنا ايمن مصطفى مع كريم طارق نجم طلاع الجيش ومحرز هدف طلاع الجيش الثاني في هذا اللقاء. اتفضل يا ايمن. تحياتي ليك زميلي ابراهيم، وتحياتي لكل مشاهدي اون سبورت في كل مكان. عقب تعادل بيراميدز وطلاع الجيش في لقاء قوي جدا بهدفين لكل فريق، يسعدنا ان يكون معنا واحد من نجوم اللقاء صاحب الهدف الثاني لطلاع الجيش كريم طارق. كريم رحب بيك الاون سبورت، مش عارف اقول لك مبروك نقطه من بيراميدز فريق قوي جدا ولا هارد لك انت يعني حزين شويه، شايفك متعصب حتى على زمايلك في نهايه الجيم من الهدف الثاني لبيراميدز، توقيته صعب جدا. طبعا اول حاجه الحمد لله طبعا الأداء والنتيجة. احنا النهارده جايين بنلعب فرقة كبيرة، نادي بيراميدز فريق كبير مع جهاز فني محترم، بس الفكرة انت بتبقى نازل خلاص 11 ضد 11 واحنا نازلين عايزين نعمل حاجة. الماتش ده احنا بقالنا ماتشين خسارة وتعادل، في الماتش ده احنا عايزين نعمل حاجة. كنا كلنا رجالة والطرد اللي جالهم ده كان في مصلحتنا، والشوط التاني نزلنا دخل فينا جون، مسكنا نفسنا جبنا التعادل جبنا الجون التاني. فاللي ضايقك ان انت تبقى كسبان وانت احسن في الماتش وانت راكب الماتش وفي الاخر تطلع بتعادل. احنا النهارده احنا متضايقين، يعني ممكن كان ظروف ماتش تاني نبقى لو طلعنا متعادلين نبقى مبسوطين، بس النهارده احنا طالعين لا متضايقين جدا ان ماتش زي ده كان بتاعنا وثلاث نقط هيفرقوا معانا، بس ان احنا هنقعد شهر ما نلعبش رايحين الصين منتخب العسكري. فكان نفسنا ان احنا النهارده نطلع بمكسب وثلاث نقط هيحطونا في حته كويسه، قدر الله مش هقف فعل الحمد لله على كل حاجه. يعني معلش بس سيرخو فارياس المدير الفني البرازيلي بين الشوطين اتكلم معاك وقال لكم ايه؟ انتوا بتلعبوا 11 لعيب من او لعيب زياده من منتصف الشوط الاول. بص يعني احنا السنه دي احنا طموحنا عاليه جدا السنه دي، احنا شايفين احنا فرقه كبيره ونقدر نعمل حاجه. اول ماتشين ما كناش موفقين في الاداء والنتيجه، بس احنا لعيبه كويسه واحنا بنحترم بيراميدز، بس احنا برضو ناس هتحترمنا ان احنا فرقه كبيره واحنا شايفين ده ومعانا جهاز فني محترم. فهو اتكلم معانا بين الشوطين قال لي ان احنا زياده دلوقتي في نص ملعب، لازم نمسك نص ملعب، لازم نلعب كوره على الارض نحاول نوصل، وده اللي عملناه الحمد لله الشوط الثاني. بس يعني هي دي طبعا ده النصيب والحمد لله طبعا على التعادل، ويعني نعوض في الماتشات الجايه ان شاء الله. يعني كلمني عن هدفك بقى واحتفال ده، يعني بتشبه باوباميانج نجم ارسنال ولا ايه بالظبط؟ يعني انا على طول بشوفه بيحتفل بالطريقه دي كذا يعني كذا مره، فعجبني الاحتفال فقلت اعمله يعني. بس الحمد لله وان شاء الله الفتره الجايه نبقى احسن في النتيجه والاداء ان شاء الله. شكرا لك كريم، اتمنى لك التوفيق ان شاء الله. انا خليك. اذا ده كان لقاءنا مع كريم طارق يعني جناح نادي طلوع الجيش، وبالتاكيد العوده ليك زميلي ابراهيم مره ثانيه، تفضل.